يا صباح الفل وصباح السعي والرزق والخير والبركة من الباسلة بورسعيد. بنقول لكم صباح الخير واهلا بيكم من كل محافظات مصر، متابعينا الكرام، متابعين موقع بصراحة الاخباري وكل منصاتنا الاخبارية. صباح الفل مع الناس الشقيانة، الناس الجدعة البورسعيدية، خلينا نقول البورسعيدية الاصليين بقى، البنبطية الجدعان زي ما احنا بنقول كده او مسميينهم هنا في محافظة بورسعيد. منقولش عليهم صيادي، احنا بنقول عليهم بنبطية وخلاص اتعودنا على كده. الناس دي بتشقى من الساعة 6 الصبح للساعة 6 بالليل عشان خاطر تطلع السمك وتبيعه على الشاطئ، زي ما انتم شايفين بتعمل مزادة على الشاطئ، او تاخد الاسماك اللي بتفضل معاهم وتروح تباعها في سوق السمك في محافظة بورسعيد. السمك خارج طازة قدام حضراتكم اهو زي ما انتم شايفين، يمكن الشبك اكتر مطلع اناديل علشان احنا دلوقتي يعتبر موسم الاناديل، مش موسم نزول الميه خالص، فاللي ينزل بقى الميه يخلي باله كويس جدا ومش وقته كمان، يعني هو كمان مش وقت نزول الميه دلوقتي خالص. ربنا يرزقهم يا رب ويوسع عليهم ويكرمهم، ويكون النهارده اللي طالع معاهم خير وبركه، ويكرمهم ويكتب لهم الرزق يا رب الوفير. خلينا كده نشوف السمك اللي هيطلع النهارده هيكون ايه معاهم، وانا اغلب ظني يعني هيطلع سردين. عايزه اقول لكم ان طيور النورس يعني كانت موجوده دلوقتي بشكل كبير جدا حواليهم، علشان كانوا بينقبوا السمك صغير كده بتاع المشوار. جمبري وغطيان. جمبري وغطيان. نشوف بقى الناحية التانية هنا هيطلعوا ايه. ورغم اننا لسه في ساعات النهار الاولى، الا ان في ناس على الشاطئ بتكون مستنية ان السمك دوت يطلع علشان يشتروه يدوه على طول على فرن الشوي، ولا نروح السوق بقى ولا نحتار، البحر بيطلع رزقه اليوم بيوم. بصوا شايفين السمك قصادكم. جمبري. صور 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 واحده وتحت صح. بصوا ما شاء الله وسادين وغطيان.
امبارح وفاجع عندي صعب في المطعم لسه بنتين ولسه ما خلاص نعملوا بعد احمد من جنبري يا مكرم بس انت ورا والله لا خد اللي مع الراجل لو طلعوا هم يطلعوا زي ده نروح ناخد براحتنا ونتعامل مش هيعمل مش هيعمل مش عارف يتكلم ها مش هيعمل مش هيعمل مش هيعمل مش هيعمل مش هيعمل ها